هيئه الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه حددنا احتياجات المحافظه من المعدات والالات. السيد رئيس الوزراء قال لي اشتري بالامر المباشر وهيدفعوا بمبلغ 75 مليون جنيه لشراء معدات للصرف الصحي. تاني يوم عملنا لجنه برئاسه اللواء خالد محيي الدين رئيس الاداره المركزيه لمكتب المحافظ، وتواصلنا معه وبناء على طبعا مبادره من القوات المسلحه ومن السيد رئيس الوزراء مع اداره مياه القوات المسلحه، وابتدينا العمل فورا بحصر الشنايش ومصبات المياه اللي تم سدها من 20 سنه على الكورنيش في اللي اتعمل لحمايه الشواطئ، اصاب هذه المصبات. امبارح ابتدينا فعلا ونزلنا فتحنا 5 مصبات على الكورنيش، وما زال العمل مستمرا بمساعده القوات المسلحه ومعداتها ذات الكفاءه العاليه. انا بطمن حضراتكم وعايز اطمن الناس ان الدوله كلها متجهه بنظرها الى الاسكندريه. احنا معلش الوقت ضيق جدا، 5 ايام ما بين حدوث 25/10 والنهارده، عملنا اجراءات كثيره جدا، ما كانش في وقت ان احنا نقول لكم بالتفصيل اللي بيحدث. قلنا نتصرف وبعدين نعمل المؤتمر ده في فرصه وجود معالي الوزيره. اللواء محمود نافع تولى رئاسه الشركه من يومين او من 3 ايام بالظبط، هو موجود معايا من اول لحظه وصل فيها المحافظه لغايه اللحظه دي، وحبينا ان احنا حضرته يوجه لكم ايه الاجراءات اللي بيتم الصرف الصحي تنفيذها على ارض المحافظه تحسبا لاي نواه قد تحدث في الايام القليله القادمه. شكرا، اتفضل اللواء محمود.